سيداتي وسادتي، نرحب بكم في المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي. من أجل راحتكم والاستمتاع بالعرض، يرجى منكم الامتناع عن تناول المأكولات والمشروبات وإغلاق الهواتف الخلوية، ويمنع التدخين منعاً باتاً. أتمنى لكم قضاء وقت ممتع. Ladies and gentlemen, welcome to the Palestinian National Theatre of Hakawati. We hope that you enjoy the coming performance. Please turn your cell phones off and note that eating, drinking and smoking are prohibited within the auditorium. Sit back and enjoy. قد أمر بدفنه ليتيح له احترام الأرواح تحت الأرض. أما بالنسبة إلى الآخر وهو بلينيكوس، هذا الميت المسكين، يبدو أنه أصدر أمرا إلى المواطنين يحرم بهم عليهم أن يدفنوا جثته في قبر أو أن يقيموا مناحة عليه. بل يجب ترك جثته هكذا حيث هي دون دموع ولا قبر، فريسة فخمة مقدمة للطيور الجائحة والكلاب المتوحشة. بقينا نحن تلكان وحدنا. تخيل الموت البائس الذي سنلقاه لو أننا عصينا القانون وتخطينا قرار الحظر. وصلنا تحت السلطان المتكل الملك. واعلمي أولا أننا لسنا إلا امرأتين. Thank you.
يا غرفة الزواج، مأواي تحت الأرض وسجني إلى الأبد. بذهابي إليكم فإني أذهب إلى أهلي وقد مات أنبلهم وصاروا ضيوفا عند بيرسيفوني آليات العالم السفلي. ها أنني أنزل إليهم وأنا آخرهم وأبرزهم قبل أن أقضي حتى الحد المحتوم الأخير نصيبي من الحياة. يراودني الأمل في أن أصير إلى هناك معززة من أبي ومعززة منك يا أمي. أنا لا أدعوك إلى أن تستعيد الأمان أو أن تتخيل نهاية أخرى. يا طيبة، يا مدينة أبائي، أنا جنسي إنهم يقتادونني لا مهلة تباع. انظروا يا سعنا طيبة، انظروا إلى تلك التي بقيت من بناتي ملكا لكم. انظروا ماذا تعاني وبواسطة من يا عابدة فعل من التقوى ما تدعم الصالحة إلى الرحمة. قرابيننا المتوازنة ولا النار تحت أفخاذها ضحية.